السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونصلي على نبيه صلاة غزيرة. تفسير حلم العرس للعازب والمتزوجة والحامل والمطلقة. نرجو منكم بارك الله فيكم أن تشاركوا معنا في هذه القناة وتدعموها وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، بارك الله فيكم. إذا رأت العازب أنها عروس لوحدها في ذلك العرس فهذا يدل على أنها تعيش في الواقع وحدانية وتعيش العزلة وتعيش غموما وهموما. أما إذا رأت نفسها عروسا وحولها المعازف والطبول والصراخ والصخب فهذا يدل على أنها ستحيا وتعيش مشاكل وتعبا ونكدا. أما إذا رأت العازب نفسها عروس وبجانبها الزوج الذي تريده أو تحبه فهذا يدل على أنها ستتزوجه إن شاء الله في الواقع وفي الحقيقة. بالنسبة للمرأة المتزوجة، فالمرأة المتزوجة إذا رأت لها أن لها ابنة تبلغ سن الزواج وهي عروس فهذا يدل على أن ابنتها ستتفوق في الدراسة وكذلك ستتزوج في المستقبل القريب إن شاء الله. أما إذا رأت المتزوجة نفسها أنها عروس لكنها عروس لزوج غير زوجها فهذا يدل على المشاكل بينها وبين زوجها في العلاقة الزوجية. وأما المرأة الحامل إذا رأت أنها حامل وهي عروس وبجانبها زوجها فهذا يدل على الحب الذي بينها وبين زوجها وأن حملها وولادتها ستكون يسيرة بإذن الله. أما إذا رأت المرأة الحامل نفسها وعليها فستان مخرق أو متسخ فهذا يدل على المتاعب التي ستصيبها في حملها وعلى الولادة العسيرة. وأما المرأة المطلقة فإذا رأت نفسها أنها عروس وعليها فستان أبيض فهذا يدل على أنها ستتزوج مرة أخرى. أما إذا رأت أنها عروس وعليها فستان أبيض وبجانبها زوجها أو طليقها فهذا يدل على أنها ستعود إلى زوجها الأول. وهناك مسألة مهمة في حلم الأعراس والفساتين البيضاء ينبغي أن ينتبه لها كثير من النساء والفتيات، وهي أنها ترى أنها في عرس أو أنها عروس أو أنها تلبس فستانا أبيضا لكنه ينزع منها أو يأتي أحد يعني فيخصر أو يضيع يعني ذاك العرس وذاك الفرح ويجعله حزنا فهذا يدل غالبا على أن تلك الفتاة عندها تعطيل زواج أو عندها سحر تفريق إن كانت متزوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.